انا باش نعاود نرد النقطه مهمه. احنا كي قلت انا تكلمت على الاغتراب وعلى الشباب هذو، الشباب حوش حبوا في هذا ريفكا هذا، واش حبوا فيه سبونطاني ويدير واش يحب وفرحان الى اخره وما يهموش الاخرين. راح نقول لهم يا شباب باللي كاين مستويات تاع الاغتراب. ريفكا ماهوش حقد، ريفكا ماهوش حقد صغير، راح يكبر. كي يكبر راح تكون عنده مستلزمات اخرى. نهار يبدا يفكر يحكم وليده ومن بعد يفكر باللي يدي بالمسيد ويعاود يولي به خوفا من الخطر الخارجي، تبدا تتغير المعادله. نهار تدي الدار ومن بعد تروح دير لها باروداج كاع بالحديد على خاطر انت غير امن، راح تغير معادله. معناتها المطلوب انه لازم تحضروا روحكم لمستويات تاع اغتراب اكبر. نهار تلاقوا الاساتذه تاعكم دخلوا للقسم وتلقاه استاذ جامعي وتلقاه محبط ويتكلم لك ويقول لك انا كنت صغير لو كان هربت، يعني وجدوا روحكم بهذه المرحله على اساس باش تكون باش ردود الافعال تاعكم تكون صحيه لزاد باش نستفادوا منها. لكن انه في واحد تناقض، اسمح لي محمد، وين انه مرات في المجتمع تاعنا تبان بانه تنجح تقدر تنجح طري فاسيلمون وتفشل طري فاسيلمون، يعني ما فيش منطق في قضيه النجاح والفشل. لما نشوف انا واحد يدير فيديو هكا ينجح واحد اخرين يديروا ما ينجحوش. نقول لك علاش، انا اعطيتك دو ريزونس. شوف الحاجه الصعيبه اللي عندنا احنا في الجزائر انه ما عندناش معايير نرتكزوا عليها. دوك انا لو كان نروح نقرا ماركتينغ نقرا ماركتينغ وماركتينغ وندير ومن بعد نروح انا نلقى رشوه غلبتني كسرت لي كاع المعيار. عندنا معايير غير محترمه، كي تغيب المعايير ومن بعد نحصلوا. السلطة واش دارت؟ دارتنا حاجة منيحة، عطاتنا نصف أزمة، عطاتنا حلول موازية، نقدروا نجوزوا من الحلول الموازية، تقدر تقرا وما تريفيزيس وتجيب الباك تاعك، تجيب لا ليسونس تاعك، يعني عطاتك مخارج متنفسة، بصح ما تروحش بعيد، صح. تقدر تولي طبيب، بصح ما تروحش بعيد، أنت طبيب بتحفظ. هاي والله، صافي، كاين منظومة موازية غير رسمية، عندها أدوات وآليات تاعها، تخليك تتقدم باش ما تزعفش بزاف وتروح بعيد، ما تزعفش بزاف، تقعد دائما عندك زعاف هذاك تاع التنفيسي. قطعت في الفيسبوك الصباح ديت الرجوه مور الخمسه وليت مواطن صالح وتبدا تهضر على النضال هاك شيء. صافي عندنا دبل، دخلنا نوع من النفاق الاجتماعي. رانا شغل عايشين حياتنا نوع من الطبلعيط، رانا عايشوا يعني في اخر المطاف. هذيك كلخ الخو ويكلمك كلخ لروحتك. وحنا او فون دو نو على بالنا، بصح حنا وين خسرنا؟ خسرنا في الاليات. طيب ما قدرناش نصحوا الاليات. طيب محمد سيدمو باختصار فقط باش نروحوا لمجريات الحصه اللي راح تكون مفيده ان شاء الله ومستوى تاعها راح يكون نعم البروفيل تاع السياسي. يعني علاش السياسي في اعتقادك ما عندوش هذيك العلاقه مع الشاب؟ يعني لو ناخذ مثلا نموذج السيد بن حمو، يعني في اعتقادك كيف، ما الذي يجب ان يفعله السيد بن حمو حتى يكون له تواصل قوي مع الشباب؟ كيف يمكن ان يوصل رسالته حتى تصل فعلا الى الشباب؟ كنجاوب على السؤال هذا محمد، يعني كنحكي على هذا السؤال لكن نعود نسمعوا الاجابه تاعه. شوف ريفكا انا سمعتوش هضر، قالوا له شكون السياسي اللي في الجزائر يعجبك؟ قال لهم السي سلال. السي سلال ريفكا يعجبو سي سلال. يعني في اخر المطاف الجزائريين اللي جان هذوما مقتنعين باللي المسار السياسي لا يوصل الى شيء، وبالتالي تحول الى نوع من التسليه. المسار السياسي في الفضاء السياسي شغل فولكلوري شويه، على هذه لقينا تسابق على تفجير هذه القنابل، يعني كل سمانه يخرج لناكش واحد، دائما تنافس، حتى الرسميين الا تروماركيو تلقاو باللي الرسميين ما نظنش باللي هذا النوع تاع الرسميين المستوى تاعهم ما يعرفوا السياسه. السي ولد عباس كي كان صغير كان سياسي، كي كان في عمره 18 سنه كان سياسي، ما نظنش في هذا المستوى الان تاع المسؤوليه انه هكذاك عبثيا يطلق تصريحات. قلت لك انا من الاول انه المشهد السياسي كيما راهو مطلوب فيه هذا الشيء، مطلوب.